نكمل أسئلة الجمهور. أحد الأسئلة: مجلس الإعمار أثناء الحكم الملكي، أغلب المشاريع التي افتتحها عبد الكريم قاسم أصلا كانت ضمن خطة وعمل الحكومة الملكية، لكن تم الانتهاء منها قبل أو بداية حكم عبد الكريم قاسم، وتم نسب الأفضل له ومنها مدينة الصدر الحالية. طبعا أنقل نص التغريدة والسؤال كما وردني. مثل ما ذاك السؤال اللي قبله كان شيوعي صرف، فهذا أيضا ملكي صرف اللي طارح هذا السؤال بالضد من عبد الكريم قاسم. شوف، بهاي الحالة لازم احنا نعترف بالحقائق. نعم، تأسس مجلس الإعمار وكانت هناك تخصيصات وكانت هناك خطط. والله يا أبو عزيز، ما كنت يخطر على بالي بأنه أكو هيك سؤال عن مجلس الإعمار، يعني ما خطر على بالي، لأن إحنا ما حكينا عن مجلس الإعمار. لو كان خاطر على بالي كان جبت فد كتاب عن مجلس الإعمار. منو الجليلي؟ عبد الرحمن الجليلي. جليلي هي عبد الرحمن الجليل مطي، يعني ألف كتاب عن مجلس الإعمار، وشوف شنو هي الحقائق والتخصيصات والمعوقات، وهو نضاله للجليلي حول مجلس الإعمار لأن كان هو المسؤول عنه حول. زين، الخطط نعم وضعت لإنقاذ العراق، للبناء، لزيادة الحاجات، هذا كله صحيح مجد. بس السؤال منه اللي نفذ؟ عبد الكريم قاسم ما تقدر أنت تلغيه. مو أنا قلت ما أطعن به، صعب. ليش؟ لأنه هذا بنى آلاف المدارس والمستشفيات والمستوصفات اللي هي شبيهة بالمستشفى لكن أقل، ويعني على صعيد صحي وتعليمي وتربوي، وعبد الشوارع، وزع قطع الأراضي، بنى البيوت، نفذ. عبد الكريم كان منفذ، أنجز خلال 4 سنوات ونص، أنجز الشيء الكثير. منفذ لما تم رسمه وتخطيطه في مجلس الإعمار أثناء الحكم الملكي. نعم، أنا هذا منفذ. طيب. والأموال خصص، هو رئيس وزراء وصرفها على هذا الشيء، على إنجاز المشاريع. ما يصير أنت تجي والله لأن إحنا خططنا وهو أنجز ما له قيمة. بالعكس، القيمة للي أنجز مو للي خطط. خططت التشغيل مثل ما ساعنا ايضا ببرامجنا الانتخابيه، النواب ولهذا يخططون ويقول ايش القيمه، احنا اريد تنفيذ على ارض الواقع. طيب. تنفذ. طيب. فيحسب للعهد الملكي انه خطط ومجلس عبد الكريم قاسم نفذ، ويحسب لعبد الكريم قاسم بان نفذ واضاف. مو بس نفذ بعض مشاريع مجلس الاعمار، لا، وانما اضاف، وهذا انجاز لازم يخلد الرجل ويسجل باسمه. طيب، هل صحيح، سؤال اخر، هل صحيح ان السفير البريطاني كان على درايه تامه بسقوط الملكيه، لذلك ظلل الملك فيصل بالاجابه؟ هؤلاء، حسب كلام السائل نقلا عن السفير البريطاني، هؤلاء بعض الشيوعيين يبرزون العضلات ولا شيء راح يصير، عندما سأله الملك ماذا يحدث يوم الانقلاب، صحيح الكلام؟ من يعرف الملك سأل السفير البريطاني؟ يعني أكو واحد كان معاهم، وين هاي بمذكرات مذكورة لو بشي؟ يعني على الأقل أنا ما مر عليه، ما أعرف أكو شيء. لبس ويري جواب سياسي، لأنه هذا طعن بالثورة بشكل كامل من خلال تآمر بريطانيا مع الثوار. لا، بريطانيا ما عندها علم بالانقلاب، قد يكون لأنه عندها مخابرات واستخبارات بالعراق وكذا، وتدري هي متواجدة في ذلك الوقت. هو الانقلاب ما يعتبر انقلاب بريطاني؟ لا. لأن هذا سؤال آخر، لماذا لم تتدخل بريطانيا لنصرة الملكية بعد انقلاب قاسم؟ ألم يكن انقلاب قاسم هو انقلاب بريطاني مسيطر عليه بعد أن خافت أن تخرج الأمور عن سيطرتها نتيجة دعم الولايات المتحدة لجمال عبد الناصر؟ حتى في عام 41 من صار الانقلاب، بريطانيا ما تدخلت مباشرة. في عام 41 انقلاب رشيد علي القيلاني،
ما دخلت بريطانيا مباشرة، بعد ما راح عبد الإله للحبانية وفترة ورا فترة حتى البريطانيين تدخلوا والجيش الأردني دخل للعراق. ما مو رأسا يدخلون البريطانيين، ينتظرون، لأن هم حالهم حال الأمريكان الآن، يقبلون بسياسة الأمر الواقع، يشوفون براغماتيين، يشوفون على الأرض شنو يصير ويمدون علاقاتهم وجسورهم مع الآخرين. أنا ما أعزو انقلاب 58 اللي قاد عبد الكريم قاسم إلى بريطانيا أو أنه بريطانيا متورطة فيه أو لا، وإنما أعزوه إلى عبد الكريم قاسم وإلى الضباط الوطنيين الأحرار اللي كانوا معه. نعم بالأخير مالوا إلى المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي، هذا صحيح، لكن مو معناه أنه بريطانيا متواطئة معهم. طيب، على الانقلاب. أحد المتابعين الكرام وجه سؤال أن أي الروايات أصح، روايتك أستاذ فايق أم رواية الدكتور عبد الله النفيسي ضيفي السابق في برنامج الصندوق الأسود اللي ذكر أو نقل عن همفري تريفيليان وعلاقته مع عبد الكريم قاسم، وما ذكر تريفيليان أن عبد الكريم قاسم رجل بريطانيا في بغداد. أنا ما أريد أقول روايتي أصح من رواية الدكتور النفيسي، ما أريد أقول، لأنه قطعا هذا تريفيليان قال للدكتور النفيسي هذا الكلام قطعا، بس مو معناها صحيح. لا تنسى هذا السفير وبالخدمة وكذا، وبذاك الوقت هو قابله سبعينات بالبداية أعتقد إذا الله ما كذبني، وذكر موضوع العلاقة الوطيدة اللي كانت بين تريفيليان وعبد الكريم قاسم ويسبحون مع بعض وعلاقتهم جدا قريبة كانت. فقد يكون الرسالة موجهة كانت من قبل تريفيليان للكويت مو للعراق، ما لعلاقة العراق بالموضوع، هذا غايات سياسية، لأن مسؤول بريطاني يريد يوصل فد رسالة معينة للكويتيين من خلال الدكتور النفيسي، قد يكون هالشكل. هذا شنو تحليل، مو معلومة، ما عندي أنا معلومة حتى لا تسألني شنو مصدرك شنو كذا، لكن أجاوب باللي أنا أعتقده. عبد الكريم قاسم لم يكن رجل أحد، كان زعيما وطنيا عراقيا خالصا، لا رجل أحد ولا يشتغل عند أحد ولا صنعه أحد ولا دولة وراء وهذا، لا لا لا، ولا في موضوع الحشود اللي على الكويت كانت بضوء أخضر بريطاني إن يا الكويتيين اللي أنتوا رايحين زايد مع جمال عبد الناصر، لحظة شوية، عبد الكريم قاسم هددهم. هذا فحوى كلام دكتور عبد الله النفيسي، ولا نحلا عن تريفيليان، ولا حتى أنه الاتحاد السوفيتي وراء الانقلاب، لأنه أيضا أكو آراء تقول بأن انقلاب 58 الاتحاد السوفيتي يعرفون به، ذاك بحث آخر ما أريد أناقش هاي الجزئية، لكن بأن هم وراء الانقلاب حتى هاي ماكو. طيب سؤال آخر، لماذا تغاضى الضيف عن حدثين؟ أولا مجازر الحزب الشيوعي على البعثيين مما أدى لسقوط عبد الكريم قاسم الشيوعي على يد القوم البعثي عبد السلام عارف وتوليه الحكم، وثانيا الهجوم الناصري على قاسم وكان جمال يحارب قاسم في خطاباته ويسميه بقاسم العراق. اي صحيح موجودات، بس مع المجازر الشيوعيين ضد البعثيين مين جايبها؟ مما ادى لسقوط عبد الكريم قاسم الشيوعي على يد القوم عارف. لا ماكو، مو مجازر مثل ما هو جاي يقول. وهذا طبعا ذاك الوقت اكو صراع وصارت إعدامات لشخصيات، بس اللي أعدمهم عبد الكريم قاسم، بالعكس مثل رفعت الحاج سري وغيره ينحسبون على الإسلاميين ما ينحسبون على البعثيين، ومو شكل كان الاستقطاب والصراع في عام 58 أول ما جاء عبد الكريم قاسم. البعثيين معدودين، مو مثل الحزب الشيوعي مجتاح العراق اجتياح، شنو مجازر وما مجازر؟ يعني ما أريد أنفي، لا مو هاي نقطة. نعم صار أيضا قتل للآخرين، لكن ليس بهذه الطريقة، هاي واحد. اثنين أنه عبد الناصر، نعم عبد الناصر اتخذ موقف عدائي لدرجة أنه حتى عبد الكريم قاسم كان يتساءل يقول طيب هو ضد العهد الملكي وتشف بإطاحة العهد الملكي ورحب وفرح على الشيء ودعمنا دعم وكذا، الآن شنو انقلب ضدي؟ فيريد جماعة الناصريين اللي هم أكثر ولاء الجمال عبد الناصر باعتباره زعيم الأمة العربية، يريدهم هم ذولا اللي ينفذون سياسة خاصة دولة الوحدة، ما هو دخل ويا سوريا بوحدة، فيريد العراق أيضا يدخل معاهم بوحدة، وضغط على عبد الكريم
الكريم بأنه أنت أيضا تدخل معنا بوحدة. فرفض عبد الكريم قاسم حسب كلامك للدخول في الوحدة مع مصر وسوريا، هذا اللي خلى جمال عبد الناصر يتخذ موقف ضد قاسم. أحد الأسباب، والسبب الآخر أنه قاسم معتمد أكو عنده رجال بالعراق، شخصيات أحدهم يعني عبد السلام عارف، أي ناصريين وقوميين ويدعون إلى هذا. وترى يعني أنا هسه أستغرب أنه الحديث مثلا طعن بعبد الكريم قاسم وعلاقته ببريطانيا، وما حد يجيب طاري جمال عبد الناصر وعلاقته ببريطانيا وأمريكا. أمريكا دعم مساعدات مئات الملايين من الدولارات في ذلك الوقت. أمريكا كانت تدعم جمال عبد الناصر؟ نعم، وبريطانيا هي اللي سوت لإذاعة صوت العرب من القاهرة. شو هاي ما حد يحكي به؟ هو شلون استولى جمال عبد الناصر على العقول وعلى القلوب وقام صوته يوصل إلى صنعاء وإلى الجزائر؟ شلون؟ شنو الطريقة؟ طريقة من إذاعة صوت العرب من القاهرة، يوقف يخطب ويحكي وهذا، والناس معجبين به كزعيم ملهم وقائد. من وراء احنا العراق تخرب والدمر. طيب، من وراء. طيب، سؤال آخر، وجه لك سؤال عن سبب مجزرة كركوك للتركمان من قبل الأكراد في فترة عبد الكريم قاسم، يقصد أحداث 59. أي صارت هم مذابح بيناتهم، حتى أنه وجه إلي سؤال لماذا لم تتوقف عند مذبحة الآثوريين أيضا بالثلاثينات آخر أيام الملك فيصل الأول الله يرحمه، واللي قادها غازي ويا بكر صدقي. أنا ما أقدر، العفو أبو عزيز حبيبي، وخلي سمعوني أيضا العراقيين وغير العراقيين، تاريخ العراق مليء بالأحداث، يوميا مو حدث واحد، باليوم الواحد أكثر من حدث، أكثر من جريمة، أكثر من مجزرة، أكثر من قصة، أكثر من خلاف سياسي وصراع سياسي يوميا. لذلك احنا نوهنا يمكن في الحلقة الأولى من الردود ان حتى 46 حلقة اللي يعني سلطنا الضوء فيها على 100 سنة ما سلطنا الضوء على كل الأحداث، ما واللي سلطنا عليه الضوء أصلا أيضا يحتمل أحداث كثيرة وكثيرة. بعدين هاي الأسئلة يريدون من فائق الشيخ علي مثلا الآن أن يقف ضد الأكراد إلى جانب التركمان، أو العكس، أن يقف إلى جانب التركمان ضد لا العكس هو شنو؟ أن يقف إلى جانب التركمان ضد الأكراد، أو أن يقف إلى جانب الأكراد ضد التركمان، أو أن أقف إلى جانب الشيوعيين ضد الملكيين، أو أن أقف إلى جانب الملكيين ضد الشيوعيين. لا، قصدي هم بهاي الأسئلة بهذا الطرح ليش ما طرقت لفلان قصة؟ زين فلان قصة أنت، هذا جوابي علمي، ويعني احنا حكينا 100 سنة من تاريخ العراق، تريدني كل جزئية اتوقف عندها؟ ما نخلص. هاي واحدة. اثنين، انت تشوفها مهمة بالنسبة لك، كآثوري تشوفها مهمة لان اكو مذبح، كتركماني تشوفها مهمة لان اكو مذبح، كشيوعي تشوفها مهمة، بعثي تشوفها مهمة. اني مو مثلك انظر، لان ما عندي دوافع طائفية او قومية عنصرية او كذا، مو مثلك، نظرتي تختلف. انا اريد اعطي الاطار العام للاجيال وللعراقيين وللشعب، وارد اذكرهم بتاريخ بمنتهى السوء. طيب، والا كل نقطة تطببني بها ما راح نخلص. طيب، سؤال آخر، في 59 هرب صدام إلى مصر بعد مشاركته في محاولة اغتيال قاسم، هل كان للمخابرات المصرية أو الغربية دور في صناعة أو إعداد مستقبل صدام أثناء فترة لجوءه وإقامته في مصر؟ اللي كتب حكي يعني أنه خالد دخل على أبوه جمال عبد الناصر وشاف شاب وطويل طلع من عنده، سأله قال له بابا هذا منه وشنو؟ قال له هذا إلى مستقبل بالعراق راح يحكم. هذا كتب، هذا مكتوب منشور أنه خالد جمال عبد الناصر دخل وقال لي لأبوه. الكلام عام 59، صدام حسين عمره 21 ما أدري 22 سنة عمره، واستوى مشترك بمحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وشارد إلى مصر. شنو له مستقبل؟ شنو عبد أرد أفتهم جمال عبد الناصر أبو علي الشيباني يعني يقرأ كيف ما أدري، يقرأ فنجان قهوة؟ وطبعا هن أكثر من 99% منهن كذب، بس أريد أقول هالشكل يعني هو قارئ كيف؟ قاش مدري هذا إلى مستقبل وراح يصير وراح كذا؟ ما كلام خوي. طيب، عمار. طيب، سؤال آخر، هل هناك أدلة دامغة على أن الاستخبارات الأمريكية هي من أوصلت صدام حسين إلى الحكم، علما أن صدام عندما كان بمصر بداية الستينات قيل أنه كان يتردد على السفارة الأمريكية بالقاهرة؟
ماكو وثيقة لحد الآن طلعت من الأمريكان تقول كان يتردد على السفارة وإحنا اللي أوصلنا للحكم، بس أكو اعترافات تقول إنه أمريكا وقفت إلى جانب صدام بالحرب العراقية الإيرانية، واجتماعات الاستخبارات الدفاع مع الاستخبارات العراقية، ومذكرات وفيق السامرائي حكى بصريح العبارة، لأن هو كان المسؤول عن ملف التجسس على إيران، وتحدث بالتسعينات بوقت مبكر لما أجى إلى لندن. أنا شخصيا أجريت معه مقابلات بحلقتين نشرناها في جريدة الحياة، أنه كان تعاون كلي ما بين الاستخبارات الأمريكية وليس CIA، مو CIA وإنما استخبارات الدفاع، معانا إحنا العراقيين على كل كبيرة وصغيرة، كانوا يتفاهمون وياهم وينطوهم الخطط وصور الأقمار الاصطناعية وغيرها، هاي موجود، هذا واقع يعني عشناه. طيب سؤال، حديث أكثر من أعضاء وأتباع الحرس القوم البعث الذي أسس في زمن عبد السلام عارف، وكيف كانت تتم عملية الانتماء، ومن بينهم عادل عبد المهدي، وما هو دليلك على انتمائه كما ذكرت، وهل تم حلها وهل تم دمجها في مكون عسكري آخر؟ السؤال واضح؟ واضح، بس دليلي على عادل، هو كاتب مقال منشور في الجريدة في وقتها أنه لماذا استقال من حزب البعث العربي الاشتراكي، والرجل موجود حي يرزق الآن، أيضا يمكن سؤاله أنت كنت بعثي لو ما كنت بعثي، مو أنا ادعائي أو من عندي أو كذا، هذا التاريخ يعني محفوظ وموجود. أنا أيضا أنصح بقراءة المنحرفون لأنه يتحدث عن جرائم الحرس القومي، هذا لازم يقرأ من جديد، وهذا كتاب مروع يعني إذا قرأ. وأيضا الحرس القومي قضى عليه عبد السلام عارف، أنهاهم للبعثيين، كل اللي الخط اللي يمثل الحرس القومي اللي منهم قبل شوية ذكرنا محسن الشيخ راضي، وذكرنا هاني الفكيكي، وذكرنا قائدهم علي صالح السعدي، ذول كلهم أبعدوا من الحزب، انطردوا وطلعوا يعني بذلك الوقت من عبد السلام، وراح إلى خط آخر اللي هو حازم جواد وطالب شبيب والآخرين طبعا. فعبد السلام قضى عليهم على الحرس القومي وسماه الحرس اللا قومي. طيب موضوع الكلام اللي ذكرته أستاذ فايق حول كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، نعم، والاستشهاد اللي ذكرته عن قضية اختلاف النسخ الأولى عن بقية الطبعات، عن بقية الطبعات، هذا الكلام ورد في أحد الأسئلة وكان تعليق على ما تفضلت فيه. كلامه حول العبث بكتاب سيد قطب الظلال، وأن محمد قطب قد دس فيه رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بالناس سكرانا، غير صحيحة وليست موجودة في الطبعات كلها التي طبعت في حياة سيد وبعد استشهاده. أحد اللي بحثوا في هذا الموضوع ينفي نفي كامل أن حتى في الطبعة الأولى لا توجد هذه الرواية. إذا قدر السائل الكريم يثبت لي أنه في صورة النساء اللي هي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنه قرأ من صلى بهم اللي هو المقصود الإمام علي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما هو إنما أعبد ما عبدتم، هالشكل معنى الآية، هل معنى أنه هو قرأها يعني يعبد ما عبدوهم من أوثان. إذا صور لي طبعتين، الطبعة الأولى من هاي الآية والطبعة الأخرى الشرعية ودزنياهن وما لقينا هذا الشيء، أنا أطلع وياك بمقابلة وأعترف بأن خطأن. وإذا ما قدر يصور الطبعة الأولى لأن هي ما موجودة، مفقودة الطبعة الأولى، وهذا فلا، أنا مصر على كلامي. طيب سؤال آخر، محاولة اغتيال صدام والبكر في مطار بغداد المكلف فيها ناظم قزار رئيس جهاز حنين أثناء عودة البكر من السفر، وهل الذي كشف العملية الكي جي بي أخر عودة البكر إلى بغداد بشكل متعمد، وهل يقف وراءها عبد الخالق السامرائي أو تم اتهامه من صدام للتخلص منه؟ كل العملية وراها ناظم قزار، أما عبد الخالق السامرائي الله يرحمه فهو اتهام وخلاه بالسجن صدام في وقتها، وإلى أن أجى وقته بال79 بموضوع قاعة الخلد قام علي كيماوي طلب من عدة إعدام عبد الخالق السامرائي ونفذ به حكم الإعدام. العملية كلها ناظم قزار بالأخير من الأخير بلا تفصيلات ودخول بمتاهات وما أعرف شنو، أكو رأيين، رأي يقول صدام وراء العملية لأن يريد يتخلص من البكر، لا يتخلص
يتخلص من بعض القيادات البعثية والعسكرية مثل حمادي شاب، مثل سعدون غيدان، مثل آخرين، وقد تحقق له هذا الأمر لاحقا لأنه انقتل حمادي شاب وسعدون غيدان انشل انضربه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أنه العملية كلها وراها ناظم قزار وراد يقضي على حكم التكارتة بالعراق، وأنا بحكم يعني قراءاتي المتواضعة أميل إلى هذا الرأي الثاني، لأن فعلا ناظم قزار راد يقضي على حكم التكارتة بالعراق ولذا أعدموه، وكانت الخطة محكمة، بس الكي جي بي السوفيتية هي اللي كشفتها وأخرها. وأحمد حسن البكر في مطار إحدى الدول بلغاريا مع تشيكوف أعتقد إذا الله ما كذبني أخذ إلى إحدى البحيرات وما كان يرضى البكر، يقول أنا مستعجل أرد أروح، ذاك أخره عمدا. المهم فتم القضاء على المحاولة اللي هي محاولة تصفية وانقلابية. من باب الشيء يذكر أخ عمار، احنا لما كنا ايام زمان بالنجف طلاب اعداديه ومتوسطه وكذا، اذا اكو هوسه بالبيت واطفال ببيوتنا اقصد واطفال وكذا، نطلع وين نطلع نقرا دروسنا؟ بالمقبره، بالقبور. احنا نسميها القبور ما نسميها مقبره، المهم بالقبور او بالمقبره نطلع قريبه من بيوتنا كل احنا. فاليوم من الأيام أنا بأثناء ما أقرأ هناك حالي حال شبابنا وولدنا وهذا، نطالع جو تدري بالمقبرة هادئ صمت، لا أكو إزعاج لا أكو شيء. فبأثناء مرورنا وطبتنا وطلعتنا وأشوف فد قبر، إحنا عادة ما نقرأ منه الميت وما لنا علاقة، أشوف فد قبر مكتوب ناظم قزار، قبر الشهيد كاتبين لاحقا بعدين ناظم بزمن صدام لا ماكو شهيد، قبر ناظم قزار اسم أبوه أعتقد هم موجود. وهي فظلنا إحنا شباب ثلاثة أربعة من الأصدقاء بنفس المرحلة نفس الصف، ظلنا نعاين قلنا هذا قبر ناظم قزار، يعني من عد مو دفنوه بالأخير بالنجف. موضوع اغتيال حردار التكريتي في الكويت سنة 71 أيضا ما تحدثت عنه، البعض وجه سؤال شنو كان السبب أو دافع اغتياله في الكويت تحديدا؟ لا هو فرصة، لأنه حردان طلعوه عزلوه وهو كان بالخارج. شنو السبب؟ صراحة صدام ما يريد دول أقوياء، حردان جدا قوي، حردان التكريتي وزير دفاع الجيش كله إله، وكان وقتها نائب رئيس جمهورية، أي الفريق حمادي شاب، الناس كلها إله، ذولا شخصيات تكارتة محترمين لهم مكانتهم وأقوياء جدا بالدولة، صدام يريد يصفيهم حتى ينفرد بالوضع وهو يتحكم بالدولة العراقية، فوين يختاله؟ لما أجى وطلع حردان بأكثر من بلد وبعدين راح للعمرة أعتقد أو للحج ما أتذكر، وكان مريض وأجى للكويت والسفير العراقي وياه بنفس السفارة، مدحت جمعة مدحت جمعة مدحت، مهم كان في وقتها يعني بال71 ناقلة للمستشفى الأميري لأن هو مريض، واللي فتح لهم الباب من المرافقين أدى التحية الحردان التكريتي وعلى حسب الأصول أطلق النار عليه قتله بنفس اللحظة، وركبه سيارة السفارة وراح وطلع نص الكويت قتله حتى يتخلص منه. طيب. هذه رسالة وصلتنا من السيد مازن طارق حمد ابن المرحوم طارق حمد العبد الله، أرسل هذا النص لأن تكلمنا جبنا طارية إحنا في إحدى الحلقات، فراح أذكر أنا النص نص الرسالة. أستاذ فايق، رسالة موجهة من الرئيس أحمد البكر بتاريخ 15/7/1980 بعد عام تركه للسلطة يهنئ 80 لو 81 الجدامي أقرأ نص الرسالة كما هي بالضبط 80 بعد عام تركه للسلطة يهنئه أي يهنئ طارق العبد الله. العفو آسف 80 صحيح لأنه البكر ترك في 79 صحيح بترقيته، وكذلك صورة مهدات من الراحل محمد أحمد حسن البكر
وبتوقيع مهدات إلى والدي وصور مع الراحل أحمد حسن البكر والحاج عبد السلام أحمد حسن البكر، مما يؤكد متانة العلاقة مع والدي وقربه منهم، بالإضافة إلى ما يتناوله الحاج عبد السلام أحمد حسن البكر في كثير من المواقع ويشيد بها بالمرحوم والدي وإخلاصه في حماية البكر وبقاء العلاقة معه بعد تركه للسلطة لغاية وفاته. ربما أكثر العراقيين يعرفون مدى إخلاص المرحوم طارق حمد العبد الله وحب وطنه بعيدا عن أي تحزب أو انحياز لأي طرف. خدم العراق من خلال المواقع التي تولاها بدون محسوبية أو صلة قربة تربطه بالقيادة، سوى أنه كان حزبيا وعسكري شارك وساهم في ثورة 17 تموز 68 وتدرج بعدها إلى أن أصبح مرافق الرئيس البكر ومن ثم رئيسا للديوان منذ عام 78 ولغاية 82، حيث أصبح وزيرا للصناعات الخفيفة لغاية وفاته عام 86. أنا نقلت الرسالة والرد نص كما وردنا. حقيقة أتفهم الرد والرسالة، مو بس هو، يعني أنا حتى من أولاد عبد السلام عارف من وصلت لي عن طريق أحد أقاربهم رسالة بأن يعتبون ومنزعجين لاتهامه بالطائفية وكذا. أقدر هذا الشيء طبعا، يعني اليوم كل إنسان من عندنا يفتخر بآبائه وأجداده، ما ممكن يعني، فأفهم شن هي الدوافع، وبنفس الوقت أيضا أقدر هذا الكلام. بس أنا جاي أحكي واقع عراقي، اللي هو شي يقول الواقع العراقي، يقول بأنه طارق حمد العبد الله كان مرافق لأحمد حسن البكر ورا دائما مباشرة، مثل ما صباح مرزا محمود مرافق صدام حسين ورا مباشرة ودائما أبد. طيب الآن صدام خلينا نقول سوى انقلاب على أحمد حسن البكر والبعثيين اللي هم كان يخاف من عندهم مال قاعة الخلد من عدمهم، وأزاح أحمد حسن البكر. ثاني يوم طارق حمد العبد الله وزير حكومة صدام، ليش ما حسبه على البكر وطلعه أو عزله أو وخره على منصب آخر أو عدمه مثل ما أعدم جماعة قاعة الخلد؟ يعني الآن ابن طارق حمد العبد الله يتألم إذا قلنا أبوه كان يشتغل ويا صدام حسين. يا أخي ليش تتألم؟ هم كلهم نفس النظام ونفس هذا ومتعاونين بيناتهم، وصدام إحنا هو وآني ابن طارق حمد العبد الله وابن أحمد حسن البكر عبد السلام وآني وكل إحنا العراقيين نعرف بأن صدام كان يراقب الرئيس أحمد حسن البكر ومخترق كل أجهزة الدولة، وهو اللي مسيطر وهو يدير الأمنيات، فليش هالزعل هذا؟ هذا جزء من النظام. يعني يجوز يقول لك أنا ما أريد أبوي يوصف وكأنه خائن لأحمد حسن البكر. يا عمي هي الدولة كلها خانت البكر في ذلك الوقت. سؤال عن مقتل عدنان خير الله قبل غزو الكويت بشهور قليلة، هل كان مدبر من صدام؟ أنا ما أميل إلى هذا الرأي. شنو أنت تميل إلى أي رأي؟ غير مدبر، أميل إلى أنه غير مدبر. شلون قتل عدنان خير الله حسب الرواية؟ طيارة عاصفة، حتى أهل المنطقة يقولون عاصفة وطيارة، نفس سالفة عبد السلام عارف، عاصفة وبالنشوة ووقعت تسقطت الطائرة واحترق. فصدام حسب رواية حسب قراءتك رأيك إنه ما له علاقة؟ رأيي ما له علاقة. ويقال هم هسه طبعا راح يشيعون بأنه عدي قال هيجي، ما أدري شنو صارت عداوة ما أدري منه حكي، أنا ما أميل إلى، بس قد يكون وجهة النظر الأخرى صحيح، ما هذا ما أجزم، لأن هاي لا وثائق ولا كتب ولا معلومات ولا عشنا الحادثة وشفنا صدام يعني وراء ما انقتل بالطائرة شاله بالجنازة. هاي تقبل رأيا انه صدام يقتل القتيل ومو يمشي وراء جنازته، لا يشيل جنازته، هذا الرأي الأول. رأي ثاني لا، ما إلى علاقة، مو بريء وخوش آدمين صدام، لا لا، يعني هي بهاي الحادثة ما إلى علاقة وخلص. طيب. واحدة من الردود أيضا اللي جات من عراقيين مش فقط من الكويتيين تتعلق بكلامك اللي ذكرته في أحد الحلقات أستاذ فايق عن موضوع أن غزو الكويت في الشارع العراقي كان متوقعا، كنا احنا كعراقيين عارفين ان صدام جاي جاي راح يطب الكويت وجاي راح يغزو الكويت. كثير من العراقيين اولا انكروا هالجزئية، قالوا الكلام اللي قاله فاق الشيخ علي غير دقيق، والجزئية الثانية أيضا المرتبطة فيها
لما ذكرت أو نقلت رأي الشارع العراقي حسب ما ذكرت أنه هو شارع العراقي قال حيل وكان سعيد بما قام به صدام حسين ضد الكويت بسبب دعم الخليج لصدام في الثمانينات، فكان الشارع العراقي فرحان. كثير من الردود جاتنا، كثير ومن العراق تحديدا جاتنا، تقول أبدا إذا كان هناك عراقيين في المناطق الجنوبية فرحانين ففي الوسط في الشمال أبدا ما كان هناك فرح بل غصة من قيام صدام بغزو الكويت. أرفض هذا التحليل بهالطريقة، يجزئ لي أنه الشيعة فرحانين بغزو الكويت والسنة والأكراد ما فرحانين. شنو المنطق هذا اللي إحنا غير نضطر بعض الأحيان نقول هذا الكاتب شيعي وذاك الكاتب سني حتى نبين لي شنو ما فرحان وفرحان والمسائل ذني؟ هاي واحد. اثنين، أريد أنا أميز بين أمرين في موضوع غزو الكويت. مصر على رأيي ما غيره، لأن ما ممكن أعيش بمجتمع وأسمع وأشوف بعيوني وتيجي أنت، مو أنت عمار، يجيني هسه واحد يريد يقلب الانطباع والواقع اللي أنا عايشه واللي أنا سامعة بإذاناتي وشايفه بعيوني، يريد يغيرني. ما يقدر هسه، لو ينتحر لو يموت. زين شلون؟ يقول لي انه العراقيين ما يدرون بالغزو. شن؟ لا، ما يدرون بيوم الغزو، بالتوقيت ما يدرون، مو بالغزو، بالتوقيت ما حد يدري. بس صدام طبعا الله سبحانه وتعالى اولا، صدام حسين ثانيا، ويمكن بس اثنين ويا اعتقد لو حسين كامل، ما متاكد الان من الاسماء، ما اريد اطي. بس وزير الدفاع ما يدري، وزير الدفاع نفسه ما يدري اكو غزو، واعتقد حتى رئيس اركان الجيش ما يدري في توقيت الغزو يوم 2/8/1990. ما حد يعلم بالتاريخ، لا احد يعلم عدا هاي الاسماء. صدام اصدر اوامره الى الفرق اللي هي راح تطب لي الكويت ودخلت الكويت، غير هذا ماكو. وزير الدفاع قاعد بالسياره فتح الراديو وسمع البيان بانه القوات العراقيه دخلت للكويت، ما حد يدري. الشعب العراقي ملايين، ما حد يدري. لكن أنا ما يدرون التوقيت والتاريخ، التوقيت والتاريخ، بس يدرون حسب كلامك صدام راح يدخل الكويت اليوم باكر عقبه. مثل ما تقول لي الآن أكو البعض كتب وحكى وقال، طبعا أكو الآن إعلاميين كبار وشخصيات كتبوا وقالوا نعم نشهد وما بالله إحنا كنا نردد. تريد مثلا يجيب لك أحمد الخضر أحد الإعلاميين المعروفين قال نعم كنا وين ما نقعد وين ما نحكي وين ما هذا، إنه صدام ورا ما تنتهي الحرب خلال أيام الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات، وين ما كنا نقعد احنا الشباب نقول بعد ما تنتهي الحرب راح يغزو الكويت. هذا ايضا اعلامي واحد. لا، الشارع العراقي كان هني الاشكاليه اللي كان يطرحها البعض استاذ فايق، انه قد يكون فعلا كلامك صحيح دقيق وواقعي زين في الوسط اللي انت عايش فيه. يا وسط انا مش عايش في العراق اللي فيه ملايين. اذا هسه انت راح تكشف من عندي، انت تدري انا ليش اندل كل العراق؟ كل شهر أنا يومين ثلاثة بمحافظة، ماكو محافظة ما زايرة، ماكو طريق ما أندله من الفاوزخ. كل العراق كله بالسيارة، سيارة عندي وأروح وأصدقاء وأيام الكلية، الولد الشباب اللي بالكلية ومن جميع المحافظات العراقية، كل أسبوع إحنا معزومين ببيت من بيوت دقيق من بيوت شبابنا اللي بالكل. فمن الروح عندهم مثلا نروح افرض للعمارة للكوت للبصرة الناصرية للأنبار هيت راوة عانة، نجي مثلا الكردستان للشمال، نجي للموصل، نروح هناك بالبيوتات يدعون ناس كبار وصغار وأصدقاء ويجون يقعدون يسهرون ويانا ليلة ليلتين. إيش قد احنا رايحين كم يوم ونرجع خميس على جمعة على سبت، كل المحافظات نفتر بها. فمن أعطيك انطباع جاي أعطيك انطباع عراقي، مو أنطيك انطباع فقط أنا 5-6 ألتقي بيهم آسف يرددون هذا الكلام. لا، حتى في موضوع الشماتة في مسألة الغزو. أي نعم أنت تصر على أن هذا كان رأي الشارع العراقي. نعم موجود، بس شلون؟ ها شوف، أكو دائما تناقضات. شنو هي التناقضات؟ قلنا رأي الشارع العراقي بأنه صدام خلال الحرب العراقية الإيرانية راح يغزو الكويت، اللي يناقضها شنو؟ أنه في يوم الغزو ما حد يدري. إيه نعم صحيح،
في يوم الغزو 2/8 ما حد يعرف التوقيت. هسه نيجي لذيك الثانيه اللي تتسال عنها انه الشماته موجوده وها زين. طيب شنو اللي ينقض هذا الكلام؟ انه العراقيين بعد ما انغزت الكويت لاحقا بالايام اللاحقه ما تعاطفوا ويا موضوع الغزو، والدليل قاطعة والبضائع، سولوا انه صدرت فتوى من مرجع، هذا صحيح، قاطعة والبضائع كانوا يعني ما يجيزون الصلاة في ارض الكويت، كانوا يتعاطفون مع الشعب الكويتي، هم بعضهم مو كلهم، هم محتلين الكويت كانوا. نعم هذا ايضا موجود، بس انا جاي اعكس لك واقع عراقي، وهذا واقع مجتمعي، يعني مو إلا الآن نستعين بعلي الوردي يكتب لك عن الطبقات الاجتماعية بالمجتمع العراقي وشلون كان يفكر وهذا. لا، الآن إحنا موجودين لأجيال اللي عاشت، فريد نوصل صورة والآخرين لا يزعلون، خلي يسمعونا، خلي يفتهمون إحنا شنو كنا نفكر. جاي ترجعنا 40 سنة وأكثر إلى الخلف، لازم يعرفون شنو اللي كان يدور ببلدنا. طيب استضفت في صندوق الأسود في لقاء سابق الدكتور عبد الله النفيسي، وهذا أيضا كان أحد الأسباب اللي جاتنا عن صحة إعطاء السفارة الأمريكية في بغداد ضوء أخضر لصدام لغزو الكويت. شوف أنت هواية بالمحاجج أو بالأسئلة أو بالكذا تستعين بالدكتور النفيسي، دقيقة، هذا بالنسبة إلي بأمانة وبأدب وباحترام يسبب لي إحراج من أقول لا وما لا، يعني يبين أمام العالم وكأنما رد على الدكتور النفيسي. هذا رجل أنا أحترمه، يعني مو ما أرد عليه، بس خليني أني شوية أروح أوسع. هذه الأسئلة كثيرة جاتنا على هالجزئية. خليني أنا، هو الموضوع ترى تأيدني أبو عزيز، موضوع لقاء صدام بجلاسبي سفيرة أمريكا. موضوع جلاسبي، نعم. تمام؟ هذا اللي ذكره الدكتور عبدالله النفيسي واللي استشهدوا فيه أو الأسئلة اللي جاتنا عليه. موضوع جلاسبي لا يختص به الدكتور النفيسي، وإنما الكل يتحدث عنه ويوعز إلى بأنه هي من قالت لها هاي مشكلة بيناتكم أنتوا دول عربية إحنا ما نتدخل بها، هذا هو كان ضوء أخضر لصدام حسين بغزو الكويت. هاي الخلاصة الشكل يقولوها، أنا برأيي لا. شلون؟ صدام ما يستشير أحد من يريد هيك قرار ومنه، ولا ينتظر جلاسبي تقول له إيه براحتك إحنا ما نتدخل بقضيتكم. قرار متخذه بداخله عقله، غزو الكويت قرار فردي صدامي لا يشترك معه أحد، ما كان محتاج لا ضوء أخضر ولا أبدا، يريد يدخل الكويت خلاص، هاي هي، يريد يحتل يغزو الكويت، التعبير ما يدخل مو صحيح، يدخل شنو هذا، هم يلطفوها جماعة الصدام يقولون لما دخلنا الكويت دخلنا تغذية بلد بليل أظلم وصادرته، فمن غزل الكويت هو قراره وهو الذي يتحمل المسؤولية. شنو رئيس دولة عظيمة بالمنطقة يمتلك رابع جيش بالعالم وكذا تقشمر سفيرة، مو أقصد أمره يعني، حتى لو كان رجل يقشمر سفير. سؤال عن سبب إعدام صدام حسين أثناء غزو الكويت، اللواء الركن بارق الحاج حنطة واللواء الركن عصمة صابر عمر عام 91 وهم من أبرز القادة في الجيش العراقي، سؤال من أحد المتابعين. أي أنا أتذكر اللواء بارق الله يرحمه سنة 85 كان عندنا عادة، يمكن حكيتها بمقابلاتي لولا إحنا عادة طلبة كلية القانون والسياسة في ذلك الوقت اسمها، لكن طلاب القانون بالعطلة الصيفية يطبقون بالمحاكم، فحتى يتعلمون القاضي شلون يقضي شلون يحكم شلون كذا، يقعدون تحت إيد القاضي، أي قاضي، قاضي جزاء، قاضي مدني، قاضي أحوال شخصية، القضاء تعيش، المهم تقعد جويدس كاتب ضبط يسموك، هو من يحكي من يسأل من كذا تكتب بدل الكاتب الأصلي اللي موجود. المهم ففديوم أنا كاتب يم في محكمة الكرخ سنة 85 تحت إيد قاضي الأحوال الشخصية، فدخل علينا ضابط برتبة عميد سنة 85 شاب مثل الصقر هالشكل، حتى مشيته وشكله بس بملابسه العسكرية والنياشين والكذا، يعني شكل مهيب، ومعاه امرأة أطول من عده، تخيلت أي، فدخل أمام القاضي لسه أذكر أنا كاتب المحضر، قال له اسمك؟ القاضي تدري قاضي يعني هذا،
قال له اسمي بارق عبد الله الحاج حنطه، شغلك؟ قال له ضابط قائد عسكري. يعني عنوانك؟ قال له عرفت شو الشكل؟ قال له شنو؟ اتفقوا على موضوع المهر وما شنو حتى يزوجهم القاضي. هاي كانت زوجته الثانية أعتقد، حتى ما أتهمل الرجل، هو متهم بس أقول يعني أعتقد كانت الثانية، ما متأكد ويمكن معلمة أو مدرسة. فأتذكر شكله وجها لوجه من دخل أمام القاضي. بارق الحاج حنطة عدي ابن خالتي كان مسؤول حمايته، بغض النظر أنه كان يهجم يقتل ما أدري شنو كذا يقصف، هذا نعيف هذا الحاج، بس يعتبر من أبطال العراق، مو من يعتبر، لا بطل من أبطال العراق حقيقة وقائد. وأني سامع من الفريق الركن، كان لواء ركن وفيق السامرائي بلندن، هاي قصص هاي مهمة، مو انه انكتب وقالوا بالتاريخ وما ادري شن. وفيق مدير استخبارات بال91 غزو الكويت والحرب والكذا، ومدير استخبارات لفترة مؤقتة ثم طلع جابوا غيره. بس بلندن سولف لي قال لي عدد من الضباط وتحديدا ذولا ثلاثة، يحكي لي عن ثلاثة ضباط، واحد منهم بارق، واحد منهم هذا اللي ذكرته، والثالث اكو ضابط صار محافظ الموصل. فمن قال لهم صدام انه واحد يحكي وياه انت جبان بارق، قال له انا مو جبان، انا نفذت الاوامر العسكريه. وذاك ورد عليه بعد اعنف الصدام حسين، حتى قال للزميلة ذاك قال له راح يعدمنا، قال له شي يسوي خي يسوي. تخيل فارق بارق يحمل أنواط الشجاعة وأوسمة الرافدين وبرتبة لواء ركن وقائد وكذا. وهذا الثاني أيضا جاوب صدام جواب خشن، فصدام قتل ذول الاثنين، قالهم للحماية قتلوهم عدموهم. وذاك الثالث طأطأ رأسه وسقط ووقع على قدمي على حذاء صدام حسين، قبله فعينه محافظ الموصل، قائد عسكري ذاك الثالث، قبل حذاء صدام فتعين محافظ الموصل، وذول الاثنين العظيمين أعدمهم صدام حسين. فهذا بارق، أنا معلوماتي عنه الشخصية ومعلوماتي عنه كقائد.